الذكرى السنوية للسنة الطرقية شاركة مع جمعية ليكسوس لمهنة السائقين. احنا هنا كنقوموا بدور تنظيمي ولينا كامل الشرف اننا كنحيوا هذه الذكرى هذه. علاش؟ لان حوادث السير هي السبب الرئيسي في المغرب اللي كنفقدوا من خلاله ارواح ديال الناس، وخصوصا في هذا الجو هذا وفي هذه الفتره اللي حنا كنعيشوها، الفتره ديال الوباء اللي كاين في العالم كامل. يعني احنا ضد جوج تحديات اللي هما كوفيد 19 وحوادث السير. اذا خاصنا نكونوا مجندين وعلى اتم استعداد باش نتحدى كل التحديات.